الرحمن الرحيم، رجعت لكم تاني بفيديو جديد. الحمد لله اليوتيوب تم ليا الارباح ل100 دولار، وهيحولهم قريب، احتمال جدا اخر الشهر ده او بداية الشهر الجديد. فانا حبيت اصور لكم فيديو، طبعا الكلام ده بفضلكم طبعا، فحبيت اصور لكم فيديو اوريكم الكم منتج اللي قلت لكم ان هي هتخش المسابقة الجديدة. ولو حد لسه بيتفرج على الفيديو ما عرفش ان شروط المسابقة، هي بتبقى المسابقة بسيطة جدا، كل يعني لا احنا بنقول شير ولا احنا بنقول اعمل ولا سوي، هو الموضوع كله عشان الارباح بتيجي من عن طريق المشاهدات، وبيبقى نفسنا المشاهدات تزيد عشان اعمل لكم مسابقات اكتر واكتر، ويبقى المنتج كمان يعني لما يكون ارباح اعلى يبقى المنتج اعلى واعلى يعني في سعره او مشابه. واللهم صل على النبي، حبيت اوريكم يعني المنتجات. هي شروط بتبقى ان انا مثلا بنزل لكم مثلا في حدود 5 لينكات او مشابه من فيديوهات، تاخد السكرين شوت، بتحضر الاعلانات بتاعت الفيديو، ما تعملش تخط لاي اعلان، الاعلان بيبدا بتاخد سكرين، في نصه بتاخد سكرين، في اخره بتاخد سكرين، بتاخد سكرينات ان انت حضرت الفيديو كله، يعني في اول الفيديو، نص الفيديو، اخر الفيديو، الاعلانات اللي بتظهر في الفيديو كذلك، تمام؟ طبعا لو يعني في ناس فكرت ان هي بتاخد سكرينات تديها لحد تاني يخش المسابقة، دي طبعا يعني بتتعرف وقتها، اللي بعت السكرينات دي تعبها هيروح على الفاضي، لان انا هلغي اشتراكه، تمام جدا. فحبيت النهارده اوريكم المنتجات. طبعا برضو الشخص او المتابع اللي بيتابعني من فترة وبلاقي تواجده بالتعليقات او مشابه، ده طبعا بحط اسمه مرتين في ملف السحب، يعني كل واحد بكتب اسمه مرة، الا الشخص اللي هو بيكتب يعني بلاقيه متابع في الفيديوهات عامة ومتابع معايا دايما، ده بنكتب اسمه مرتين، يعني بتزيد فرصته في الفوز الضعف على طول. حبيت طبعا اوريكم المنتجات اللي انا حبيت، اللي انا يعني عشان انا اعمل تصويت، هعمل تصويت على جروب الواتساب بالمنتجات اللي هتخش السحب، فحبيت اصورها لكم فيديو. طبعا انا مش هشعب المنتجات عشان يبقى التصويت واضح، يعني انا لو حطيت مثلا 20 منتج ولا بتاع كل واحد داس له على منتج مش هيبان الا خد اعلى تصويت، تمام؟ لكن انا هخليها منتجات كده على قد ما اقدر بتنقيتي انا. في عندنا ده اول منتج، الساعة رولكس دي معدن، طبعا اللي بيكسب اخره بس بيشيل مصاريف الشحن، تمام؟ لكن المنتج كله مدفوع ثمنه طبعا مني، مصاريف الشحن بتبقى 60 جنيه او 70 جنيه حسب شركة الشحن اللي هبعتها معاها او حسب المكان اللي هتروح ليه. الساعة دي اول حاجة، ممكن برضو هنحط لكم الاودومار الرابر دي، حاجة كده كلاسيك حلوة اللي مبتغيرش لون، ده ستانلس، تمام، مختومة هنا وعلى قصعة، كلاسيك في اللبس وحلو خالص. طبعا صور الحاجات دي هنزلها لكم صور واضحة كده على الجروب عشان يتم التصويت عليها، بس هنصبر كام يوم كده قبل ما انزل الصور ديت لحد ما الناس اللي هي عايزة تخش تخش معانا المسابقة تخش. برضو هضيف ليكو الاسكيم دي، عقارب ورقمية في نفس الوقت وضد المية، طبعا اي منتج هيوصل بالشحن بالشنطة والعلبة. وبرضو هضيف لكم السكيم ديت، ومش هنسى برضو الناس اللي بتحب الحاجات الضخمة، هضيف لكم الساعة دي، حاجة كده محترمة حملة وتقيلة، الناس اللي بتحب الحاجات الكبيرة شوية، تمام. المرة دي للأسف الساعة الكاسيو ال A51W خلصانة من عندي، فأنا مش هعرف أضيفها في المسابقة المرة دي، بس هوعدكم المرة الجاية تتضاف في المسابقة. في ناس كسبت المرة اللي فاتت سكيمي، والمرة اللي قبليها ال 159W اللي هي الكاسيو، تمام. في برضه هضيف بند تالت، إن أنا اللي برضه اللي هي يعني كام ساعة اللي احنا قلنا عليها، الرولكس دي، الأودومار دي، وسكيمي ديت، السكيم دي، هذه كده احنا 4 منتجات، والخامس اللي هي قلنا الساعة الرقمية دي، تمام. هيبقى احنا كده ضفنا 2 عقارب وساعة مزدوجة وساعتين رقمية. ايه اللهم صل على النبي. هضيف برضو منتج الفلوس، يعني ممكن الشخص اللي يعني تختاره برضو في التصويت
ممكن مثلا نخليها 400 جنيه، يبقى تحويل عن طريق المحفظة الإلكترونية اللي هيكسب برضه، ممكن نحول له 400 جنيه على فودافون كاش. تمام، شروط المسابقة أنا قلتها، الموضوع بيبقى بسيط. أنا بنزل مثلا في حدود 5 لينكات أو حاجة لفيديوهات ما، وتختار تحضر الـ5 فيديوهات يعني، وتبعت السكرينات بتاعت الفيديوهات. وقتها بنعمل سحب، بنختار نعمل تصويت في الجروب لليوم المناسب للفيديو المباشر ان احنا ممكن نعمله. وفي اليوم دوت بنقوم عاملين سحب، يعني بنختار مثلا ما لو يكون يوم الجمعة الساعة 10 مساء مثلا، وبنقوم عاملين سحب بالأوراق. بختار انا ورقة او اي زبون بيخش بخليه يختار ورقة، وسعيد الحظ هو اللي بيكسب المنتج اللي تم التصويت عليه. تمام، احنا المرة دي عملنا كل الحاجات. بص احنا ممكن نلغي حاجة عشان انا ما ضفناش حاجة حريمي، احنا هنلغي الساعة دي ماشي، وهنضيف مكانها لان احنا حطينا 2 رقم اساسا، فمش محتاجين نخليهم 3. هنضيف حاجة مثلا رولكس كده، مثلا رولكس حريمي. تمام، لان احنا نسينا ايه الساعة الحريمي في الفيديو، يبقى كده الرولكس حريمي و الرولكس الرجالي والأودومار الرابر ديت والسكيني دي والسكيني دي. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوا اللي انا بتكلم فيه. وما تنسوش حاجة مهمة، ان انا كل اللي بعمله دوت مش انا بتشرط عليكم، او ان انا زي اي مسابقة اعمل لي شير اعمل، لا، انا بعتبر ارباحي كلها او نجاحي في اليوتيوب بسبب متابعتكم وسبب اشتراككم في القناة وسبب تشجيعكم ليا. فعشان كده حبيت ان انا دايما لما بيجي لي اي ربح من اليوتيوب ان انا اشارككم فرحتي بالسحب اللي بيحصل للفلوس. تمام، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. هسيب لكم لينك الواتساب بتاع جروب الواتساب على التعليقات تحت، وقتها انضموا للواتساب. ووقت لما الفلوس تكون خلاص قربت تيجي، ويكون طبعا اكبر عدد انضم لينا في الجروب، هنعمل تصويت للمنتجات اللي انا قلت عليها، وهنختار المنتج اللي نفسكم فيه هيبقى هو السحب عليه. تمام، متنسوش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.